انا اسمي انس رياحي وعندي 20 سنه وفونداسيون غي تنظيم العيش فيها ان شاء الله. مازال في عايش فيها يعني مستقر فيها ان شاء الله. تنكمل مستقبلي وندير مستقبلي ان شاء الله ونمشي بحالي ان شاء الله. دونك انا بغيت اواجه الصحافه. بغيت انا ان شاء الله نقلب على والدي قاش باغي نشوف والدي. بغيت نشوف ظروف كيفاش عايشات وهادي علاش خلاوني 3 سنين هاد 20 عام. دابا عندي 20 عام دابا ومازال ما شفتهم. يعني خلقت من تما يعني كانت سميتي انس رياح يعني فاش زيادة تقيت انس رياح. دونك درت كوين موديليز ساليت امتحان دابا تنتسنى دبلوم ان شاء الله. و شنو نقول يعني تنقلب على شي شركه في لاتيني ان شاء الله. نو مازال ما تنخدم قاش ما عمري ما خدمت. هي جالس وقاري صافي مع الكلاس الماكله والشرب والقرايه. ما كانش عندي قرايه تنجلس. دابا انت ماشي مثلي. نو هادي خصيتا واعره هادي هي الجزء ديالي تندير انا بحال تيقول لك بنت. ولكن انا ماشي مبنت. انا هادي هي الدومين ديالي تندير لها. يعني الشكاله ديالي هكا تندير. باش كتمشي مثلا باش كتقلب على الخدمه باش كيجاوبوك في التالي؟ مازال الحمد لله نهار يجاوبونا نجاوبهم. ما كتلقاش صعوبات في الطريق؟ صعوبات تنسمع الناس تنسمع الناس يهضروا اللوبيا هادي ام بنات. كيما تنهضرش في الناس قاش يجيني اكتئاب يجي شحال هادي جاني اكتئاب ولكن بريت ان شاء الله الحمد لله تعالج. ولكن انا نخلي الناس يهضروا. هي ما يجيش تيقول لك ما اديش المات تقول لك ما اديش لا ادنى حتى نتبع قانون. هذه اللي تنوصل الرساله يعني احنا ماشي مثليين. دونك حاولوا ما تاخذوش جريبه ديال المثليين. انتم بعقلكم وكبارين يعني كاين شي ناس شويه ما واعيينش شويه ما واعيينش. دونك حاولوا المغاربات المغاربين يديروا يعني دونك يسترجعوا في هذا الشيء اللي هضرتهم ويسترجعوا من قلبهم. ودابا مثلا الى مثلا لقيتي والديك باش تحس؟ انا نحس بحالي عاد زيادت بغيت نشوفها. بغيت تقول لي الظروف ديالها. ما عمر كنتي نعستي وحلمتي بلي راك مع الام ديالك؟ دونك حسيت الحنان اللي رباوني. حسيت فاش رباوني ولكن ما حسيتش بالحال بغيت الام. تيقول لك مات تيقول لك اللي رباك احسن من اللي ولدك. ولكن تنقول انا انس يعني انا بغيت خصيتي بغيت نشوف امي بغيت نشوف شنو الظروف. قاش تيقول لك الناس لا ما مت لا ما ما تستحياش من عند الله ما تقولش هكا حشومه خليها سامح لها تقد الظروف هذه. انا لا انا مسامح لها. انا بغيت نشوف ظروف كيفاش عشت واش الاب فيه ضيف واش هي وبغيت نشوف واش عيلتها ماماها وباباها واش داروا لها شي حاجه واش دونك بزاف 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 الحاجات. بغيتك توصل شي رساله لدوك البنات اللي كيبقاو يحملوا بالحرام وكيبقاو يعطيو ولادهم. دونك حاولوا هادو اللي كما قال استاذ الصحافي حاولوا هادو اللي تيمش هاد البنات عافاكم عافاكم اللي تيمشيو واللي تيمشيو يديروا جنس مع الرجال ديروا بالحلال ما ديروش بالحرام. قاش تخلي ولادكم هذا ولدك من دمك هذا تخليه حشومه تلوحيه ترفض من لحمك تلوحيه حشومه. انا صعيب عليا نولد شي بنت ولا ولد نلوحو خيريه ما يعطينيش قلبي ما يعطينيش. انا دوك انا تنعطيها تنقولها من قلبي ما يعطيش قلبي نلوح كبده ديالي نلوحها في خيريه بحال الزبل ولا كاع مطيشه البصله نلوح الزبل حشومه نخلي ولدي نلوحه في خيريه. دونك البنات حافاكم اللي اي تمشي تعطيني مزار جنسية تعطيها حاولوا زيروا الرجال اما بالحلال حاول ما تمشيش بكل شيء بغلط. واخر كلمة اخر كلمة رسالة تنوجه لها رسالة وجهلتها فاش تسمعوها مزيانة. دونك تنشكر جريدة العرب جريدة العابي اللي حضرت لي هنا اللقاء معاها وتنشكرها بزاف بزاف دارت لي اللقاء. والرسالة ديالي بغيت نشرح لكم انا ماشي شتوني طوين قات عندي ولا شتوني لابس لبسات نظيرة ولا هكا. هادي هي الشكالة ديالي وهادي خصيتي واعرة اللي عطاني المجتمع ديالي والقيمة ديالي. انا عمرو السماحي وعمري 20 سنة
وكنعيش في لافونداسيون غيتا زنيبر يعني فهمتو، كنعيش في لافونداسيون غيتا زنيبر وباقي كنعيش فيها. المهم ومنين خلقت وانا باقي كنعيش وباقي كان باقي كاين تما في لافونداسيون غيتا زنيبر، ويعني منين كنت باقي صغير يعني ما شفت لا والديا ما طليتش عليهم ولا غير فهمتو يعني غير شفتهم حتى في الوجه، يعني عادي لا شفتهم غير في الوجه وسمعوا فيها ما كاينش مشكل، ولكن انا ما شفتهمش وما ما يعني ما طليتش حتى عليهم فهمتو. والرسالة اللي بغيت نوجه للمغاربة هي يعني انني باغي نلقى والديا، يا الحمد لله انا الحمد لله راه عايش واكل وشارب الحمد لله، انا بغيت غير زعما نشوفهم ونجلس معاهم ونديروا الحوار ما بيناتنا شنو هو الظروف اللي سمحتوا فيا، ومهم الظروف اللي سمحتوا فيا ومهم انا دابا راه كنت كنقرا في السابعه اعدادي وحبست حيت عرفت راسي ما غنكملش، قلت لهم ما نحبس غير غنضيع راسي، قلت ندير تكوين مهني في صاله والخياطه وقريت ومهم قريت وتعبت المهم ووصلت للصاله والخياطه وقبضت ديبلوم. فهاد الديبلوم منين قبضته قلت ندبر على الخدمه نقلب فين نخدم في شركه، يعني حيت انا كيعجبني الشركات فهمتوا، انا حيت الشركه هي اللي كتضمن لك الخلصه بزاف د الحاجات، في المحلات شويه كيقول لك حنا راه ندبرناش كثير هاكش قليل حتى للتوجه الاخر ونعطيوك فهمتوا، انا بغيت الشركه كيضمنوا لك خلاصك. المهم وبغيت نخدم على راسي تاينا ندير فلوسي تاينا ندير في جيبي يعني فهمتوا، تاينا ندير البنكه ديالي بزاف د الحاجات تاينا بغيت نخدم تاينا، يعني كنا راه كما تيقولوا حتى واحد ما بقى كيبغاها. علاش ما كيبغيوكمش تخدموا مثلا؟ علاش ما كيبغيوش يخدمونا؟ باش كنمشيو حنا نيتنا، حنا نيتنا صافيه، حنا غنمشيو غندبروا على الخدمه، غنقولوا لهم عافاكم بغينا نخدموا، ها الدبلوم ديالنا، ها السي في ديالنا، عافاكم الله يسعدكم بغينا نخدموا. شنو تيقول لك؟ داير نمرتك كنقولوا لهم اه، تيقول لك واه واخا سير حتى نعيطوا لك. فمني كنصبر سيمانه جوج سيمانات كنمشي نتاكد كنقول لهم علاش ما عيطتوليش، تيقول لك احنا سمح لنا غنقول لك واحد الهضره، تنقول له مرحبا ما كاين حتى مشكل، تيقول لك انت حركتك مبنته هضرتك مبنته، فاحنا راه ماشي حركتنا ولا هضرتنا هكاك، حنا راه ماشي عاجبنا الحال اننا هكاك، حنا ماشي بغينا نوصلوا للمغاربه اننا مثليين ولا راه حركتنا ولا هضرتنا هكاك فهمتوا. بحال دابا ديال باش درنا الصحافه الاولى قال لك الصحافه كتكبل لكم الشان، حنا راه ماشي الصحافه كتكبلنا الشان، حنا الصحافه بحال اللي قلتو بغات توصل لكم رساله ها نتوما، يعني كاين ديبلومات كاينين الشركات وما تيخدموش، هادشي اللي بغات توصل لكم الصحافه، فالصحافه راه مسكينه كدير الخاطر فهمتوا. فرسالتي اللي بغيت نوجه للمغاربه حنا راه ماشي عاجبنا الحال ولا يعني فرحانين بعد المثليه ديالنا، حنا راه ماشي عاجبنا الحال، حنا راه بغينا حتى حنا نخدموا حتى حنا بغينا نتساءلوا حتى حنا بغينا نشوفوا شنو كاين في المغرب، حنا راه ما متساريينش حنا ما تساريناش المغرب كله فهمتوا، حنا بغينا نتساءلوا حتى حنا ونشوفوا شنو كاين في المغرب حتى حنا بغينا نعيشوا حتى حنا نديروا دويرتنا حتى حنا نديروا يعني نكريوا على راسنا حتى حنا بزاف الحاجات. فنتمنى انني نكون وجهت لكم رساله زوينه ونتمنى نكون في حسن ظنكم، واللي بغى يتواصل معايا ويهضر معايا فيدخل عبر الفيسبوك سماحي عمرو ويتواصل معايا، وكنتمنى الشكر الجزيل جريدة تعبر والشكر الجزيل حيت عطيتونا من وقتكم وشكر جزيل.